مامولكا اسبيتالكا تقاسوسيغا اي سومالي سيريان اي مغالادا مقدشو هيا وحا اي كاور بحيان قار كاميدا دقاتيرتا اسبيتالكا او دي بغوسو لابتي مغالادا مقدشو دكتر فراس محمد سليمان او كوتو قلسي حانونادا عناها داقها اي سنكا هيا دي بغوشا قبلابا يا حرونتا اسبيتالكا تقاسوسيغا اي سومالي سيريان دكتر فراس ايا شاقي اينا اي سمينيان باريستا خليمدا اي دوينتا ودرادا اي انتيغا سيدو كلانا اي او ديارسين هين حالدها دقدقا اي افر لواتنك ساع. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور فراس محمد سليمان أخصائي أمراض الأذن والأنف والحنجرة. ماذا يقول دكتور فراس محمد سليمان وقد غصي عدرودا سنكا لقاها يعنها كان هو القلاء سبتل كاسو مالي سيريان وحن كسو اللابني بشي رمضان هي مالمها عيدة وحن بلونا إن أنقابلنا قيبها كالدوان إهدادك قبحا ونداسي إيو حالدها دقدقاء سيدو كلا وحن بلونا إن أنفلنا قيبها كالدوان إقالي مدى حنوندا عنها دقها إيه سنكا وكل أنواع العمليات الجراحية. دنكا كلي أقاسما إسبتال كتقاسوسي جاء سومالي سيريان دكتور خليف حسن محمد إياه كور بحيي دي بسولة وشدة دكتور كا عذر هذا إي إن تي جا إيو أديك جدا إيو قبرية بلشيدة سوماليات. أنا دكتور خليف حسن أقاسما إسبتال سومالي سيريان بلشيدة سوماليات وحلنا هاي سودو هذا وربحين يربح بنا بلشيدة لو ذا تاسو آه إن دكتور فراس محمد سليمان أها دكتور كي إيه إنتيجة لو ذا سواي أنت بدل نبلشيد مقالة جوكت أي تغاني وفسحيسي كسون علي لحرير بشهر رمضان شقوين كيسنا ودب وبلاوي إلا يو بلوغي بشان هدا عن كجر نومان تليحة مي سداس وعيتاهن وقوان دون شقوين كو معروف كوها sida in dhagaha la cabiro maqaladooda loona sameeyo bukaanada sameecadaha ay u baahan yihiin oo aasaasiga ah qalliimada sanka dhagaha iyo cunaha xaaladaha emergency-ga ah 24 saacba iyo sida caadiga ah OPD-ga oo ah 6 maalmood oo caadiga oo shaqada lagu jiro sidaas oo kale isbitaalka dhaqtarkiisa cudurrada guud Dr. Rahan Abdulrahman Fowd Cade oo asagana safar qaybti hore ee Ramadaanka ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa sidaas oo kale dib ugu soo noqday bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in dhammaan dhaqaatiirtaas iyo dhaqaatiirtii kale oo nagala sugaa cusbaaba ay diyaar yihiin sidaas oo kale waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago in qaybta laboratory-ga lagu soo kordhiyay isbitaalka qaybihii fertility-ga ama sperm analysis-ka waxa la yiraahdo lagu baari jiray iyo dhaqtarkiiba ay diyaar ku yihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaad naga heli doontaan shaqo hufan iyo 24 saacadood. Mahad Maxamed Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho.